وبالعودة إلى موضوع صحيفة واشنطن بوست، أرحب بضيفي عبر السكايب رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان دكتور عماد دين المنتصر. دكتور عماد، مرحبا بك. مرحبا بك وبكل المشاهدين. نعم سيد عماد، يعني هل يمكن اعتبار مسارعة حفتر لتكليف مكتب محاماة في أمريكا بأن القضايا المرفوعة ضده باتت تؤتي أكلها؟ بدون شك أعتقد أن هناك ثلاثة عوامل دفعت خليفة حفتر لتوظيف مكتب محاماة مثل هذا في نيويورك. أولاً، خليفة حفتر كان يراهن على اقتحام طرابلس والاستيلاء على السلطة، ويطمح بذلك الحصول على الحصانة الرئاسية التي ستمنح له من قبل كافة الدوائر القضائية الدولية. فهو بات يعلم الآن أن أمله في الحصول على مثل هذه الحصانة أمل ضعيف جدا ويتلاشى كل يوم. كذلك هناك مؤشرات من بعض هذه القضايا في أمريكا أن القضاة متفهمون لمثل هذه القضايا وقبلوا بهذه الإجراءات ولمحوا إلى تجاوبهم مع محامي الضحايا. العامل الثالث كذلك أن الحكومة الأمريكية تتابع الآن بعض تحركات ونشاطات حفتر المالية وعلاقاته ببعض الدول التي تعتبرها الحكومة الأمريكية معادية لها مثل فنزويلا. فكل هذه العوامل المجتمعة الآن دفعت خليفة حفتر إلى أن يوظف هذا المحامي ليقوم بتنسيق كل أعمال الدفاع عنه في المحاكم الأمريكية والدولية. نعم دكتور عماد، يعني هل سنشهد في الفترة القريبة القادمة تغير في إجراءات، ربما فرض عقوبات على مجرمي الحرب وعلى رأسه مجرم الحرب حفتر؟ الذي نستطيع أن نتكلم فيه بثقة هو هذه القضايا التي رفعها أشخاص مستقلون ليبيون في المحاكم الأمريكية المستقلة، فهذه أتوقع وأن تؤتي أكلها وأنا متفائل جدا إننا سنبدأ في الحصول على قرارات إدانة لخليفة حفتر والأمر بتعويض هؤلاء الضحايا في الأشهر القليلة المقبلة. بالنسبة لإدراج خليفة حفتر على قائمة العقوبات الدولية فهذا من اختصاص الدول، ولا نرى حكومة الوفاق حقيقة تقوم بخطوات فعلية عملية قانونية صحيحة تدفع بإدراج خليفة حفتر على قائمة العقوبات. هناك خطابات، هناك لقاءات، هناك تغريدات، ولكني لم أرى حتى الآن عمل حقوقي قانوني صحيح سواء في الأمم المتحدة أو حتى في المحكمة الجنائية الدولية. نعم. فهذه تنقصها الدور الرسمي الحكومي، ويجب أن تقوم هذه الحكومة بدورها الوطني في هذا المجال، ويجب أن نقوم نحن بالضغط الكبير على هذه الحكومة حتى تقوم بذلك. نعم دكتور عماد، يعني ما الذي يجب على دور الحكومة، ما هو دور الحكومة وكذلك المجلس الأعلى للقضاء لتفعيل هذه الدعاوى ودعم هذه الإجراءات؟ أولا على المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا أن يصدر بيانا كتابيا واضحا بقبول ولاية المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي اقترفها خليفة حفتر، لأن موقف وزارة العدل الليبية الرسمي هو أنه لا ولاية للمحكمة الجنائية الدولية. هذا هو الموقف الرسمي المكتوب لوزارة العدل في طرابلس. إنها تعتبر المحكمة الجنائية الدولية مكملة، وأن وزارة العدل ستقوم هي بنفسها بملاحقة خليفة حفتر وغيره في داخل الأراضي الليبية ومن خلال القضاء الليبي. ونحن نعلم تماما أنه في هذه الظروف الحالية
هذا أمر مستحيل ومستبعد، فعلى وزارة العدل وعلى مجلس القضاء وعلى الحكومة أن تخاطب المحكمة الجنائية الدولية كتابة وعلانية، وأن تقر بولايتها في ملاحقة مجرمي الحرب في ليبيا. لا بد من أن يحصل هذا بدون، كما ذكرت، هذه البيانات العاطفية وهذه التصريحات الصحفية التي ليس لها قيمة قانونية أبداً لدى المحكمة الجنائية الدولية. نعم. أما بخصوص إدراج خليفة حفتر على قائمة العقوبات الدولية، فهناك نظام، هناك آلية، هناك إجراءات قانونية محددة مكتوبة يجب أن تقوم بها الدولة حتى تنظر لجنة العقوبات رسمياً في إدراج خليفة حفتر على قائمة العقوبات. ومع كل هذه الجرائم، ومع مضي كل هذه السنين، ومع كل هذا الضجيج والزخم والبيانات والادعاءات والتهديدات التي صدرت من طرابلس، ليس هناك إجراء رسمي في الأمم المتحدة تقدمت به الحكومة الليبية بهذا الخصوص. هناك رسالة هزيلة لا ترقى إلى مستوى الإجراءات المطلوبة أرسلها وزير الخارجية منذ أشهر، ثم هناك تصريحات وخطابات، ولكن الإجراءات السليمة القانونية المطلوبة المحددة من قبل لجنة العقوبات هذه لم تتبع أبداً. قمنا منذ أكثر من 6 أشهر بتعبئة الاستمارات اللازمة، نحن في مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان جمعنا المعلومات التي تطلبها لجنة العقوبات، وقمنا بصياغة كل هذه المستندات كما ينبغي وكما تطلب لجنة العقوبات، وعرضنا هذه المستندات وهذه الاستمارات على الحكومة الليبية في طرابلس حتى تقوم بالتوقيع عليها، لأن هذا أمر مطلوب، ويقدموها للجنة العقوبات. قدمنا لهم كذلك فرصة التعاون مع محامين في نيويورك لهم خبرة في هذه الأمور حتى يقوموا بمراجعة المستندات والدفع بها إلى الأمام لدى الأمم المتحدة، ولكن لم يكن هناك أي نوع من التجاوب في هذا الصدد. نعم، تعقيبا على كلامك، يعني دكتور عماد، ما إمكانية محاكمة مجرم الحرب حفتر دولية؟ فرصة محاكمة خليفة حفتر دوليا هو أمر ممكن جدا إن قمنا بما ينبغي. لا بد من أن نقوم بعمل متكامل حقوقي قانوني دبلوماسي وإعلامي. هناك دول تضغط بطريقة غير مباشرة على المحكمة الجنائية الدولية حتى لا تتم ملاحقة خليفة حفتر، وهذا الذي يقال لهم أن وجود خليفة حفتر ضروري جدا لإيجاد الحل السلمي للمشكلة الليبية. فهم يقولون للمحكمة الجنائية الدولية أنكم إن قمتم بملاحقة خليفة حفتر شخصيا وليس أتباعه فهذا سيؤثر على السلم في ليبيا، ولهذا تنظر المحكمة الجنائية الدولية بحذر لهذا الملف، ملف خليفة حفتر، تصدر التهديدات ولكنها لا تقوم بعمل فعلي لملاحقته. وكذلك لا ننسى أن دور المندوب الليبي لدى المحكمة الجنائية الدولية تقريبا حيادي غير موجود، ليس هناك له دور. كانت هناك اجتماعات بين بعض الأطراف الرسمية الليبية ومع أطراف في المحكمة الجنائية الدولية منذ فترة، ولم يبدي الوفد الليبي أي اهتمام
بملاحقة خليفة حفتر عندما حصل هذا الاجتماع. هذه هي الحقيقة. نعم. هذا هو الوضع الحالي. إن أردنا أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر قبض على خليفة حفتر حتى لا يتمكن من التعامل والسفر دوليا كما يقوم الآن، وحتى يرتدع الآخرين عن التعامل معه ودعمه، لأنه سيصبح سريعا شخصية غير مرغوبة، وحتى تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في دوره الشخصي. لابد من أن نفرق بين دور محمود الورفلي وملاحقته وملاحقة آخرين في هذه المنظومة الإرهابية، وبين ملاحقة خليفة حفتر شخصيا. نحن نطالب بأن يلاحق العقل المدبر الذي قام بالتدبير والتخطيط وإعطاء الأوامر للقيام بهذه الجرائم. هذا هو المطلوب، هذا هو طلبنا الأول. ونحن كنا قد قدمنا للمحكمة الجنائية ملفا كاملا من مئات الصفحات منذ أكثر من سنتين، ولكن العقبة الكأداء كانت دائما موقف حكومة طرابلس الرسمي. ينبغي أن تكف هذه الحكومة عن المراوغة وعن التلاعب بمشاعر وعواطف هذا الشعب، وأن لا تنصاع للضغوطات الدولية المشبوهة، وأن تقوم بدورها الوطني وتطالب بل تحرج المحكمة الجنائية الدولية حتى تلاحق خليفة حفتر شخصيا بتهم القيام بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.